بسم الله الرحمن الرحيم. استكمل كلامنا عن البنك التجاري. كنا عرفنا المحاضرة اللي فاتت ايه هو البنك التجاري، وقلنا ان البنك التجاري ده احد مؤسسات الوساطة المالية واللي بيقوم بطرفي الوساطة كاملة. دلوقتي هنتعرف مع بعض على ميزانية البنك التجاري واهمية الميزانية دي، وايه المبادئ اللي مفروض اي بنك تجاري يراعيها عند اعداد هذه الميزانية. فنبدأ نشوف كده ايه اهمية ميزانية البنك التجاري. هنجد ان ميزانية البنك التجاري هي مرآة تعكس نشاط البنك التجاري، وايضا ميزانية البنك التجاري بتصور المركز المالي للبنك في تاريخ محدد، اذا كان المركز ده جيد، اذا كان المركز ده سيء زي ما هنشوف كمان شوية. ايضا ميزانية البنك التجاري بتوضح المصادر المختلفة التي استمد منها البنك امواله، بتوضح لي مصادر اموال البنك، خد بالك هنعرف الكلام ده دلوقتي تفصيليا، وكيفية استخدام هذه الاموال. طب ايه المبادئ اللي لازم البنك يراعيها عند اعداد ميزانيته؟ خد بالك معايا، البند الاولاني المبدأ الاول، لازم البنك التجاري يراعي ترتيب أصول البنك وفقا لسيولتها، الأكثر سيولة فالأقل فالأقل، زي ما هنشوف واحنا بنتكلم عن تفاصيل الميزانية. يبقى وانت حضرتك بتعمل الميزانية بتاعتك لازم ترتب الأصول بتاعتك وفقا للسيولة. تاني حاجة، يتم إعداد الميزانية وفقا للمعادلة اللي بتقولي أصول ناقص خصوم بتساوي رأس المال، فلو كانت الخصوم أكبر من الأصول ده معناها إن المركز المالي للبنك ماله سيء. ليه؟ عشان جانب الخصوم ده زي ما هنعرف كمان شوية بيمثل مصادر أموال البنك التجاري. مصادر أموال البنك اللي أهم بند فيها اللي هو مين؟ الودائع. والودائع دي البنك بيعمل فيها إيه؟ بيدفع عنها فوائد، يبقى دي تكلفة بالنسبة للبنك. أما جانب الأصول فيمثل استخدامات هذه الأموال، يعني استخداماتها ازاي، يعني جزء منها يوجهه مثلا الاستثمارات في أوراق مالية، يروح يشتري بيه أسهم وسندات، جزء منها يروح يقدمه كقرض، ومقابل استخدام الأموال دي يجي البنك يحصل فوائد، يبقى دي فوائد محصلة، دي اللي هي بتمثل ايه؟ إيرادات للبنك. لو جانب الخصوم أكبر من جانب الأصول ده معناه حضرتك إن الفوائد المدفوعة اللي بتمثل تكلفة على البنك أصبحت أكبر من الفوائد اللي البنك بيحصلها اللي بتمثل إيراد ليه، فتبقى مشكلة، يبقى البنك هنا ما بيحققش إيه؟ أرباح. وإحنا اتفقنا في المحاضرة اللي فاتت إن البنك التجاري هدفه تعظيم الربح. المبدأ التالت اللي لازم البنك ياخد باله منه كويس جدا هو عند إعداد ميزانية البنك لابد إن البنك يكون ملتزم من الناحية القانونية بنشر آخر ميزانية له في الصحف القومية. ليه؟ كنوع من الشفافية، خد بالك، لأن الفلوس اللي عندي أنا كبنك تجاري مش بتاعتي، دي بتاعت العملاء، بتاعت المودعين، فلازم أعرض الميزانية بتاعتي في الصحف كلها كده للناس كلها عشان الناس كلها تطمن على فلوسها، المودعين والمدخرين يطمنوا تماما، كنوع من أنواع الشفافية والصراحة والوضوح. يبقى المبادئ اللي لازم حضرتك تراعيها وانت بتعد الميزانية بتاعتك ان الاصول بتاعتك تكون مرتبة وفقا للسيولة، ان لازم تكون اصولك على الاقل اكبر من الخصوم بتاعتك، ليه؟ علشان يكون مركزك المالي جيد مش سيء، ان بيبقى فيه حضرتك ملتزم بانك انت تنشر اخر ميزانية دائما في الصحف القومية. طب تعالى كده نبص على ميزانية البنك وعشان نفهمها لازم نعد الميزانية. طب تعالى نشوف صفحة 126 عندك في الكتاب، افتح معايا الكتاب كده صفحة 126 السؤال رقم 3، مديني بنود للميزانية، اهي في مالي قيم بنود المركز المالي لإحدى البنوك، وطالب منك إعداد الميزانية العمومية في 30/6/2013. تعالى نعدها. هنبدأ بإيه؟ هنبدأ بالخصوم ولا نبدأ بالأصول؟ طب تعالى قبل ما نبدأ ما تقولي إيه هي الأصول وإيه هي الخصوم، هتجد حضرتك الآتي: جانب الخصوم دائما وحقوق الملكية بيعبر عن مصادر أموال البنك، يجمع كل مصادر الأموال اللي عندي ويحطها في جانب الخصوم،
واهم مصدر مصادر الاموال دي الودائع طبعا اللي المودعين بيفتحوها عندي، بيحطوا فلوسهم فيها. يبقى كل مصادر الاموال بحطها في جانب الخصوم وحقوق الملكيه. وقلنا ان الاموال دي مش هتفضل قاعده كده، لازم استخدمها كبنك، لازم اشغلها عشان هدفي تعظيم الربح. طب هستخدمها ازاي وهوجهها فين؟ تعال نشوف استخدامات مصادر الاموال دي بتبان في جانب الاصول اللي لازم نرتبه وفقا لسيولته. يبقى ترتيب البنود في جانب الاصول هنا لازم يكون وفقا للسيوله، نبدا بالبند الاكثر سيوله فالاقل 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 وهكذا. اما جانب الخصوم مش مهم، لو حطيت بند قبل التاني مفيش مشكله. طب نبدا بمين؟ مين الاسهل؟ هنبدا بجانب الخصوم. طب تعالى كده مع بعض نبدا بجانب الخصوم ونشوف هنوصل لايه. اخدنا البيانات الموجوده عندي ورتبناها في جانب الخصوم، بدانا باكبر مصدر مصادر الاموال وهو الودائع. فعندي اهي ودائع تحت الطلب بكام؟ ب 200 مليون جنيه. عندي ودائع توفير ب 42 مليون، ودائع لاجل 80 مليون. جمعناهم كلهم في اجمالي الودائع في الخانه الكليه ب 322 مليون. عندي كمان ارصده دائنه متنوعه ب 26 مليون. في مستحقات للبنوك، فلوس موجوده عندي بس مش بتاعتي، دي بتاع بنوك تانيه، بكام؟ ب 200 مليون. في حقوق ملكيه، حتى حقوق الملكيه ليها تفاصيل. حقوق الملكيه بتشمل راس المال المدفوع والاحتياطيات والارباح المحتجزه، جمعناهم ب 12 مليون. وجينا نجمع الخانه بتاعه الكلي لقيناها 560 مليون. ايه المطلوب دلوقتي؟ ان انا اعد جانب الاصول. بس خد بالك جانب الاصول لازم تاخد بالك منه كويس قوي وانت بتحطه وانت بتعمله. ليه؟ لانه لازم يترتب وفقا للسيوله. هنرتبه ازاي؟ هبدأ بأكثر البنود سيولة وهو النقدية بالبنك ولدى البنوك الأخرى بكام؟ بتسعين مليون. يليها الاستثمارات في الأوراق المالية، وخلي بالك الاستثمارات في الأوراق المالية جواها في ترتيب وفقا للسيولة، فأكثر الأوراق المالية سيولة هي أذون الخزانة. ليه؟ لأن أذون الخزانة دي أولا بتبقى قصيرة المدة، ثانيا مضمونة من الحكومة، فدي دائما وأبدا بتبقى نمرة واحد في الاستثمارات. يليها بقى أوراق مالية واستثمارات، هو مش محددها لي، مجمعها على بعض كده أوراق مالية واستثمارات، أنا أخدهم مع بعضهم ونحطهم بس بعد أذون الخزانة. مجموعهم الاتنين 224 مليون. القروض والتسهيلات فيها جواها قروض وسلفيات وفيها أوراق تجارية مخصومة. القروض والسلفيات ب 240 والأوراق التجارية ب 4، مجموعهم 244. وآخر بند من بنود الأصول ممكن نحطه في جانب الأصول هو أقل هذه البنود سيولة وهي الأصول الثابتة بكام؟ ب 2 مليون. ولازم لما نيجي نجمع جانب الأصول لازم يطلع 560 مليون علشان يتساوى مع جانب الخصوم وحقوق الملكية وتتوازن الميزانية. طب تعال نجرب نفسنا تاني، ناخد صفحة 126 سؤال تاني، مسألة تانية، مسألة رقم 4، بنود مركز مالي برضو عايزين نرتبها في الميزانية. خلاص عرفنا بقى ان الخصوم دي بتمثل مصادر الأموال وهي دائما اللي أنا هبدأ بيها، وهنبدأ بالودائع. وعندي ودائع تحت الطلب ب 300 مليون، ودائع توفير ب 63، ودائع لأجل 120، مجموعهم 483 مليون. عندي أرصدة دائنة ب 39 مليون. عندي مستحقات للبنوك ب 300 مليون. وحقوق الملكية هو مديهاني كرقم على بعضه كده 18 مليون، لما جمع جانب الخصوم وحقوق الملكية يديني 840 مليون. سهلة ما فيهاش حاجة. تعالى بقى نمسك جانب الأصول ونراعي واحنا بنرتب جانب الأصول، نبدأ بالبنود الأكثر سيولة. وخد بالك هنا إن أنا عندي بندين بيمثلوا نقدية، جزء منهم نقدية في خزينة البنك بتاعي 90 مليون، والجزء التاني نقدية برضو بس أنا حاططها كرصيد ليا في البنوك الأخرى، وديعة من الودائع اللي أنا بحطها في البنوك الأخرى ب 55 مليون، مجموعهم الاتنين 145 مليون جنيه. نيجي بعدها استثمارات في أوراق مالية، والاستثمارات في أوراق مالية لازم أبدأ بأذون على الخزانة ب 161، أوراق مالية واستثمارات ب 165، مجموعهم 326 مليون.
بعدها قروض وتسهيلات، جزء منها قروض وسلفيات ب360 وأوراق تجارية مخصومة ب6 مليون، مجموعهم 366 مليون. وأختم جانب الأصول بأقل هذه البنود سيولة، اللي هي الأصول الثابتة ب3 مليون، مجموعهم على بعض 840 بالظبط، زي جانب الخصوم وحقوق الملكية. يبقى أنا كده ماشي مظبوط، يبقى كده تمام. لو جينا حضرتك نجمع لقينا الجانبين مش متوازنين زي ما درست في المحاسبة، يبقى الكلام اللي انت ماشي فيه غلط. تعالى ناخد مسألة ميزانية تانية، صفحة 128. يلا افتح معايا ويا ريتك تحل معايا. صفحة 128 السؤال رقم 14، وزي ما قلت لك وانت بتعد الميزانية اسهل لك تبدأ بجانب الخصوم، مفهوش ترتيب، سهل. تبدأ بالودائع، ودائع تحت الطلب ب150، ودائع التوفير ب40، ودائع لأجل ب80، مجموعهم 270. عندك أرصدة دائنة متنوعة ب26، مستحقات للبنوك ب200 مليون، حقوق الملكية برضو متقسمة رأس مال مدفوع واحتياطيات وأرباح محتجزة، مجموعهم 12 مليون، مجموع جانب الخصوم وحقوق الملكية 508 مليون. نعمل بقى الأصعب، نعمل جانب الأصول ونبدأ بالنقدية بالبنك ب50 مليون. الاستثمارات خلاص عرفناها بقى، لازم أبدأ بأذون الخزانة ب102 مليون، بعدها أوراق مالية واستثمارات 110، مجموعهم 212. يجي بعدها البند اللي بعدها القروض والتسهيلات، فأبدأ بقروض والسلفيات ب240، والأوراق التجارية المخصومة ب4، مجموعهم 244. واختم جانب الأصول بالأصول الثابتة ب2 مليون، مجموع جانب الأصول تساوى مع مجموع جانب الخصوم وحقوق الملكية 508 مليون. يبقى أنا كده تمام. في عندك برضو صفحة 127 سؤال رقم 5، بيقول لك إيه سؤال رقم 5؟ بيقول لك يقوم البنك التجاري بوظائف هامة للغاية، اشرح بالتفصيل المناسب. تعالى نشرح إيه هي وظائف البنك التجاري. أول وظيفة من وظائف البنك التجاري هي وظيفة قبول الودائع. ليه؟ أصل البنك التجاري زي ما قلنا في تعريفه إن هو بيمثل أو بيقوم بطرفي الوساطة كاملة، قبول ودائع ومنح ائتمان. عشان كده أحد أهم وظائف بتاعته قبول الودائع، لأنه بيقبل جميع أنواع الودائع. عندي أنواع كتيرة جدا، بس أنا هنا هقارن لك بين تلت أهم أنواع في البنك التجاري: الودائع تحت الطلب، والودائع على أجل، وودائع التوفير. الودائع تحت الطلب لما نيجي نبص عليها كده حضرتك، الودائع تحت الطلب دي مهمة جدا. ليه؟ لأنه يحق لأصحابها التعامل عليها باستخدام الشيكات، ومش أي بنك، مش أي بنك عنده الودائع تحت الطلب، ده البنك التجاري فقط زي ما هنشوف بعد كده. عشان كده بنقول إن البنك التجاري هو اللي بينتج النقود المصرفية. هي فين النقود المصرفية؟ هي دي نقود الودائع تحت الطلب اللي بيتم التعامل عليها بشيكات، خد بالك. أما الودائع لأجل، ودائع لأجل يعني ودائع لمدة، بس مدة الوديعة بتختلف حسب إيه؟ حسب الاتفاق بين البنك والعميل. أما ودائع التوفير فدي هنا الودائع دي اتعملت واستحدثت لصغار المدخرين. طب الودائع تحت الطلب، الودائع تحت الطلب من اسمها كده تحت الطلب، يعني يتم السحب منها في أي وقت وأي كمية وبدون اختيار مسبق للبنك. الودائع لأجل لا يتم السحب منها إلا في نهاية أجل الوديعة. فلو حضرتك أنا حاطط فلوسي مثلا في وديعة مدتها سنة، ما أقدرش أسحب منها قبل مرور سنة. حاططها في وديعة مدتها 3 سنين، ما أقدرش أسحب منها قبل مرور 3 سنين. حاططها في 5 سنين، ما أقدرش أسحب منها قبل مرور 5 سنين. ودائع التوفير تقدر حضرتك تسحب منها زي ما انت عايزه في اي وقت، بس لغاية حد معين. الحد ده بيكون بالاتفاق برضو بين البنك والعميل. اذا تجاوز المبلغ المسحوب حد هذا الحد اللي احنا اتفقنا عليه، فلازم الاول نخطر البنك. الودائع تحت الطلب البنك ما بيدفعش عنها اي فوائد، وعشان كده معظم التجار بيستخدموا هذه النوعية من الوديعة. الودائع لأجل بيدفع عنها فوائد بتزيد مع زيادة أجل الوديعة، كل ما الوديعة مدتها طالت كل ما حضرتك أخدت فايدة أعلى. ودائع التوفير البنك بيدفع عنها فايدة بتزيد عن الفوائد العادية. ليه؟ عشان يحفز صغار المدخرين إنهم يدخروا.
دي كده أول وظيفة من وظائف البنك التجاري، وهي قبول الودائع. الوظيفة التانية اللي هي الطرف الآخر للوساطة المالية، اللي هي منح الائتمان. فيقوم البنك التجاري بتقديم قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل مقابل فايدة يحصل عليها البنك. وطبعا زي ما قلت لك، قبل ما بيقدم القروض دي لازم البنك يقوم بتحليل الائتمان للشخص المقترض. ليه؟ عشان يدرس موقفه المالي ويتأكد من جودة هذا الموقف والحصول على الضمانات الكافية، وساعات كمان بيطلب دراسة الجدوى بتاعة المشروع اللي هيقوم بيه. كل ده طبعا عشان يضمن، زي ما قلت لك، عشان يقلل المخاطرة اللي هو بيخاطرها، عشان يضمن ان القرض اللي هو بيديه للمقترض ده يتسدد في ميعاده. ايضا البنك التجاري بيقوم بخصم الاوراق التجارية، وكلمة ورقة تجارية تعني كمبيالة، كمبيالات اللي الواحد بيكتبها على نفسه لما يجي يستلف فلوس. طب تمام، ايه بقى موضوع خصم الاوراق التجارية دي؟ خصم الاوراق التجارية بيعني قيام البنك بمنح المستفيد من الورقة التجارية، الشخص صاحب الورقة اللي هيحصلها، بيمنحه قيمة الورقة في شكل نقود سائلة بس قبل موعد استحقاقها. يعني أنا في ورقة تجارية معايا، في كمبيالة معايا بتاعتي لصالحي أنا اللي المفروض أحصلها، بس ميعاد تحصيلها بعد 6 شهور، وأنا احتجت فلوس النهاردة، اعمل ايه؟ اخد الورقه التجاريه دي واطلع على البنك اقول له لو سمحت خد الورقه التجاريه دي مني واديني فلوسها. البنك يوافق، يقول لي طيب هات خد فلوسها اهي، بس بعد ما اخصم منها نسبه معينه اهي. كمل بقى، قبل موعد استحقاقها ولكن بعد خصم نسبه من قيمتها. دي اهم 3 وظائف بيقوم بيها البنك التجاري. تاني، يبقى البنك التجاري بيقوم بقبول الودائع، البنك التجاري يقوم بمنح الائتمان، البنك التجاري يقوم بخصم الأوراق التجارية. كده انتهت المحاضرة بالنسبة لنا، ونستكمل إن شاء الله المحاضرة اللي جاية.